ومعنا للمزيد من التحاليل والمتابعة الكاتب الصحفي محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية. بداية وبعد التحية، يعني كيف قرأت ما جاء في بيان مصر حول قمة القاهرة للسلام؟ نعم، مساء الخير. أولا اليوم حقيقة نحن نرى أن مصر نجحت حقيقة في عقد هذه القمة المهمة في هذا الوقت المهم والحساس والخطير حقيقة، وما يعانيه الشعب الفلسطيني اليوم من جرائم روعة حقيقة. بلا شك أن البيان أتى ليؤكد من جديد للعالم بأسره أن هناك حقوق وأن هناك قوانين دولية وأن هناك التزامات أخلاقية وإنسانية يجب الالتزام بها. موقف مصر ربما لا يشكك فيه أحد، وهو واضح للجميع منذ احتلال فلسطين قبل 75 عاما، وهي تقوم بدورها الكبير في دعم القضية الفلسطينية سواء مع الشعب الفلسطيني في الداخل أو مع المجتمع الدولي. وبالتالي أنا أعتقد اليوم الرسالة المهمة وصلت للعالم من خلال هذا الاجتماع ومن خلال البيان، أن لا تفريط في الحق الفلسطيني ولا تهاون في أمن واستقرار المنطقة بأسرها. كيف يمكن بلورة هذا الموقف العربي الموحد من جميع الدول العربية من أجل الدفع بقضية السلام وقضية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية والاتجاه إلى تهدئة الأوضاع في فلسطين؟ مبدئيا انا اعتقد اليوم الاجماع العربي الواضح حقيقه في دعم القضيه الفلسطينيه والتاكيد الكبير على مساله حل الدولتين كان واضح جدا، وهذا يجب استثماره والعمل عليه. اليوم الخطه الاسرائيليه التي كانت من شانها ان تنفذ والتي لم يعني كان من المستحيل ان تتحقق، وهي تهجير الفلسطينيين مره اخرى من غزه، ورفض الدول العربية لهذه الخطوة كانت خطوة مهمة جدا أكدت على الحق الفلسطيني. وبالتالي أنا أعتقد اليوم من المهم اليوم حصر هذه الانتهاكات التي حدثت في غزة مؤخرا والخروقات الواضحة حقيقة للقانون الدولي، وبالتالي الذهاب بها من أجل التأكيد على كل القرارات السابقة من أجل استرجاع الحق الفلسطيني، من أجل تنفيذ القرارات الأممية التي لا زالت حبيسة في الأدراج منذ عشرات السنين. الدور العربي مهم، الرسالة العربية بقيادة مصر اليوم وصلت للعالم بأننا لن نفرط في الحق الفلسطيني، وأننا كلنا كدول عربية نقف مع حق الشعب الفلسطيني، ولن نقبل بأن يمثل أبرياء. طبعا الأبرياء من كل من الطرفين لا يجب أن يمثلوا الحرب التي كانت هي حرب عسكرية، وبالتالي المدنيين يفترض أن لا يمثلوا بأي شكل من الأشكال. نعم، ما هي الضمانة من وجهة نظرك لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى غزة، ومن جانب آخر استمرار تهدئة الأوضاع مع تواصل القصف من جانب إسرائيل على قطاع غزة؟ اليوم اعتقد مسؤولية الدول الغربية الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة والدول الأوروبية أصبح دور مهم جدا ودور مؤثر، يجب أن تعمل وتقوم بدورها في الضغط على إسرائيل بالسماح لدخول المساعدات. هؤلاء الملايين لا ذنب لهم مما حدث، وبالتالي وصول الأدوية والأغذية كلها مطلب إنساني مهم وملح. الضغط الأمريكي بلا شك أنه سيؤخي نتائجه، وبالتالي اليوم الكل حقيقة ينظر إلى الولايات المتحدة والدول الغربية والدول الأوروبية بالتحديد. بلا شك المجتمع الدولي الأمم المتحدة لها دور لكن ليس بنفس التأثير. الأمر الآخر والأهم، يجب أن يكون هناك ضغط أكبر من المجتمع الدولي على إيقاف تلك الهجمات البربرية حقيقة على المدنيين في غزة. لا يجب أن يستمر هذا الهجوم. صحيح الإسرائيليين خسروا مدنيينهم في 7 أكتوبر، لكن تلك الخسارة لا تبررها كل هذه الهجمات وكل هذا القتل وكل هذا التدمير. وبالتالي المسؤولية الأخلاقية على المجتمع الدولي على الدول الغربية مهمة جدا. طبعا الدول العربية دورها واضح، دورها مؤيد لاسترجاع الاستقرار لتوقف وإيقاف كل هذه الهجمات. وبالتالي أنا أعتقد أن مسؤولية المجتمع الدولي أصبحت كبيرة جدا خلال هذه الأيام.
الحقيقة هناك ترقب لجميع شعوب العالم لموقف قادتها، وأعني بالتحديد موقف الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. شهدنا اليوم العديد من المظاهرات في لندن وفي عدد من الدول الأوروبية. كيف تقرأ هذه الأداة كأسلوب ضغط من جانب الشعوب على قادتها؟ الشعوب من الواضح أنها اليوم تدرك وعلى مستوى عالي من الوعي بما يحدث في فلسطين، وبالتالي هذه التحركات السلمية، ونؤكد على ضرورة أن تكون وتبقى أنها سلمية، بلا شك تشكل ضغط على قادة الرأي ومتخذي القرار في الدول الأوروبية وفي أوروبا. ويفترض حقيقة الدول الأوروبية التي كانت تتكلم دائما عن حقوق الإنسان وعن حرية الرأي التعبير والحق في التجمع السلمي أن لا تمنع هذه التجمعات. رأينا خلال الأيام الماضية بعض الدول الأوروبية التي حاولت أن تمنع الجماهير من السير في مسيرات معينة لفلسطين. نتمنى حقيقة أن تسمع الحكومات الغربية صوت شعبها، صوت الناس ورأيها في ما يحدث، لأن اليوم أعتقد القرار لم يعد القرار السياسي فقط، اليوم القرار الإنساني مهم، القرار القانوني مهم جدا، وبالتالي رأي الشعوب مهم جدا. وهذا ما رأيناه كيف كان هناك تأثير ليس في أوروبا فقط، حتى في الولايات المتحدة ليلة البارحة مسيرة ضخمة في نيويورك وفي مدن أخرى. فهذا الأمر أعتقد بلا شك أنه يساند الشعب الفلسطيني ويخفف كثيرا من الضغط على الشعب داخل فلسطين وفي غزة. من وجهة نظرك يعني السيناريو القادم، هل السبيل للتهدئة والرجوع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى وترتيب أوراق البيت الفلسطيني من جانب وإعادة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، أم الاتجاه الآن للتصعيد؟ ليس هناك حل حقيقة غير التهدئة، وليس هناك حل غير الجلوس على طاولة المفاوضات. وكذلك الفرقاء الفلسطينيين ليس أمامهم غير أنهم يتفقوا، ليس هناك ما يجب أن يختلفوا عليه. اليوم القضية واحدة والمصلحة واحدة والهدف واحد، وهو تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. إسرائيل يجب أن تدرك أن استمرارها في أسلوب العنف والدمار والتدمير لن يكون في صالحها أبدا. إسرائيل تتكلم دائما عن السلام وتدعي أنها تريد السلام. من يريد السلام لا يقتل الأبرياء، لا يقتل المدنيين. من يريد السلام يجب أن يوصل رسالة السلام إلى دول الجوار ولمن تريد السلام معهم. بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة التي تعاملت فيها إسرائيل والتي لا تزال تتعامل حتى هذه اللحظة مع الوضع في غزة، لا تشجع أبدا أي دول أن تدخل في سلام مع إسرائيل. فبالتالي الطاولة هي الحل، الحوار هو الحل، استرجاع الحقوق هو الحل، العودة إلى كل القرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الشرعية الدولية. إذن ما هو الدور المطالب به الآن من منظمة الأمم المتحدة وأيضا من مجلس الأمن؟ مجلس الأمن حقيقة ربما اجتمع أكثر من مرة، ودول الأعضاء في مجلس الأمن تحاول، لكن دائما هناك حجر عثرة، هناك فيتو دائما يستخدم في أي قرار يصدر في حق الفلسطينيين. لذلك نحن نقول للدول الكبرى لمن تمتلك حق الفيتو أن يكون الفيتو في صالح الإنسان، في صالح الأبرياء، في صالح الحقوق، وأن لا يكون ضد هذه الأشياء كلها. نعم، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته عن دهشة مصر والمصريين من وقوف العالم متفرجا على هذه الأزمة الإنسانية الكارثية والوصول إلى مرحلة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل. يعني كيف قرأت هذه الكلمة ودور الصحفيين في الوقت الحالي من توصيل الصورة الصحيحة لما يحدث في فلسطين وفي غزة للأعلام الغربية؟ نعم، كلمة الرئيس السيسي حقيقة كانت شاملة، وأعتقد أنها عبرت بشكل واضح عن مواقف الدول العربية كلها. حقيقة اليوم مصر تقود عملية التهدئة وعملية إيصال المساعدات، والدور المصري هو مشهود جدا، والرئيس السيسي بلا شك أن دوره مع أخوان القادة العرب سيكون له تأثيره
في المرحلة والأيام المقبلة. اليوم المسؤولية كبيرة، الوضع حساس جدا، الوضع صعب جدا، ليس بالبسيط، لكن أنا أعتقد تكاتف الدول العربية وتضامنها مع فلسطين هذا المهم، إيصال الرسالة إلى الغرب في هذا الشأن مهم جدا. طبعا الدور الإعلامي دور مهم جدا، الصحفيين دورهم والإعلام دور مهم، جزء كبير من هذه الحرب. إن لم يكن نصف هذه الحرب هي حرب إعلامية، ولاحظنا كيف أن المعلومات الخاطئة وبعض البيانات غير الصحيحة التي أثارت الشارع نتيجة بثها عبر وسائل الإعلام، وبالتالي اليوم الإعلام العربي مسؤول حقيقة أن يوصل هذه الصورة وهذا الصوت الفلسطيني إلى العالم، أن يوصل الحقيقة في ظل تلك الحرب الشنيعة في المعلومات والأخبار الكاذبة التي تصدر من هنا وهناك. اليوم الحقيقة تكاد تكون ضائعة تحت غبار البنادق والمدافع والدمار الذي نراه في غزة، وبالتالي أعتقد دور الإعلام أصبح مهم جدا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية.